السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خليل سمو من قناة سمو بوف. فشركة الواتساب قامت أو تطبيق الواتساب قام في الآونة الأخيرة بعمل تحديث بحيث يمكن لك أن تقوم بحذف رسالة في حال أرسلتها إلى شخص ما عن طريق الخطأ. يمكن أن تقوم بحذفها من المحادثة الخاصة بك، وكذلك سيتم حذفها حتى من المحادثة الثانية لمحادثة الطرف الآخر. فهنا ينتاب الكثير من الأشخاص ينتابوا الفضول من أجل قراءة تلك الرسائل المحذوفة. لهذا جئت لكم اليوم في هذا الفيديو، جئت لكم بالحل في كيفية قراءة الرسائل التي يتم حذفها عن طريق المرسل، يعني كيف تقوم باسترجاعها وكيف تقوم بمشاهدة ما الذي تم إرساله وما الذي تم حذفه. ستعرفه معي في هذا الفيديو. قبل أن ندخل إلى الفيديو، أريد دعمك من خلال ضغطك على لايك والاشتراك في القناة للحصول على المزيد والمزيد حول تطبيقات الواتساب وكذلك حول الطرق التي نقوم بتقديمها لكم في القناة. مشاهدة ممتعة. مرحبا بك مرة أخرى. فكل ما ستحتاجه هو هذا التطبيق، يعني تطبيق تايم لاين. سأضع لك رابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هذا التطبيق يعني دوره أنه يقوم بحفظ لك يعني أي نشاط يعني في الهاتف الخاص بك يقوم بحفظه لك. على سبيل المثال، يعني إذا كان هناك تحديث من تطبيق معين يقوم بحفظه لك، يعني في حال تلقيت يعني إشعارات من أي تطبيق يقوم بحفظه لك. سنقوم الآن بأن كيف يعمل وكيف يقوم باستفادة منه، يعني من خلال أن نقوم بحفظ الرسائل التي يتم حذفها من الطرف الآخر الموجود في الواتساب. أوكي، سنقوم أول شيء بالدخول إلى الواتساب، وسنقوم بالدخول إلى الهاتف الثاني. سأقوم بإرسال يعني أي رسالة. أوكي، سأقوم بكتابة السلام خالد. أوكي، سأقوم بكتابة هذه الرسالة على هذا الشكل كما تشاهد معي الآن. سأضغط هنا على send وسأنتظر إلى أن يتم إرسال الرسالة. ها هي الرسالة، قد تم إرسالها لي هنا في هذا المكان. جيد، الآن سأقوم بحذف الرسالة. أول شيء أني سأقوم فقط بالضغط عليها، أقوم بقراءتها. أوكي، هذه هي الرسالة. سأقوم بالرجوع، سأقوم بالضغط هنا وسأضغط على مسح في هذا المكان، ثم أقوم بالضغط على سيبريمي بور تو. إذا كان لديك باللغة الإنجليزية ستضغط هنا على ديليت، ستجدها كذلك هي في الخيار الأخير. ستقوم بالضغط عليها، وها هو الآن يعني تم حذف المساج من هذا المكان، يعني الآن المساج غير موجود. لكن بمجرد أن تقوم بالدخول إلى تطبيق تايم لاين على هذا الشكل، سأقوم بالدخول إلى هنا، سأجد على أنه تم حفظه لي في هذا المكان، يعني تم حفظه في هذا المكان كما تشاهد الآن. رغم أن التطبيقات حذف من الطرف الآخر وحذف كذلك من المحادثة الخاصة بك، لكن لا يزال مسجل في هذا المكان كما تشاهد معي الآن. فهذه الطريقة، وهذه يعني طريقة بسيطة كما تشاهد معي الآن. هناك بعض التحديثات التي كانت يعني في السيستم يعني الهاتف الخاص بي وقام بوضعه كذلك هنا، لكن ما يهمنا في هذا الشرح هو الواتساب كما تشاهد معي الآن. فهو قد تم حذفنا، يعني حذفنا من هذا الهاتف، ورغم ذلك حذف من الواتساب لكن متواجد في التايم لاين، في تطبيق التايم لاين. سأضع لك رابط أسفل الفيديو، ستقوم بتحميله وتطبيق هذه الطريقة. في حال أعجبك هذا الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك لا تنسى الاشتراك في حال كانت هذه أول زيارة لك بالقناة. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.